السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية، ولكن كما هي العادة بعض أهم العناوين. نقرأ في صحيفة العرب اللندنية: العبادي ينأى بنفسه عن الحشد الشعبي ويتهم قياداته بالفساد وتدبير اغتيال مسؤول المالية. في الشرق الأوسط، السيستاني يدعو العراقيين لتفادي عودة الفاسدين إلى السلطة. وفي العربي الجديد، الصدر يحذر من تزوير الانتخابات العراقية ويخشى تدخل الميليشيات. وفي الخليج الإماراتية، دفعة ثانية من التهجير جنوب دمشق وريف حمص. في صحيفة الحياة، لبنان حملات عنيفة تسبق الصمت الانتخابي، والحريري ينادي بالزحف إلى صناديق الاقتراع. وفي القدس العربية، جيش الاحتلال يجرح 1143 فلسطينيا وإسقاط طائرتي تصوير إسرائيليتين. وأخيرا وليس آخرا، في موقع الخليج أونلاين، ترامب يقول: حددنا زماننا ومكان لقائي مع زعيم كوريا الشمالية. بين شعوب العالم وفي مقدمتهم أبناء أمتنا العربية، من اكتشف بالأدلة والبراهين مخاطر المشروع الإيراني، وبعضهم يستشعر بها عن كذب أو تساؤلات. لابد أنهم أدركوا أن النظام الإيراني وأدواته من ميليشيات وأنظمة سياسية تعمل وفق قاعدة تشخيص الأهداف الرخوة أو قوانين التسامح والتعاون في الدول الأخرى لترسيخ عقيدة الإرهاب الطائفي في أبشع استغلال للدبلوماسية والعلاقات الدولية. حامد في صحيفة العرب اللندنية كاتب هذا المقال، يقول بأن المالكي هو من يشعل الحرائق الطائفية ويغتال مدراء المالية في العراق. هذا ما أشار إليه حامد الكيلاني بمقاله في صحيفة العرب اللندنية. النظام السياسي في العراق ليس سوى نظام طائفي، وهو بقايا مشروع طائفي لم يقابل بمشروع مماثل إلا بمجاميع إرهابية في انكشاف صريح له ملحقات وردود أفعال ينبغي أن تطوق بإرادة شعب العراق إن أراد تقرير مصيره اعتباراً لكل مزاج تاريخ ثوراته في رفضها للذل ومحاولات تدجينها بسلطة أو بأيديولوجية حزب سياسي أو نزوع طائفي أو عمالة لأجنبي. أسئلة نتداولها كإحاطة فقط لجيل ينشد بناء عراق مناهض لدور الميليشيات الطائفية اللاهثة للاستحواذ على أموال الدولة. كم عدد مدراء المالية من حزب الدعوة أو الأحزاب الطائفية المغدورين من قبل ميليشيات أحزابهم منذ بدء الاحتلال حتى الآن؟ لماذا تندلع الحرائق في الوزارات والمؤسسات بطوابق معينة من بناياتها مع تكرار ذات الاعتذار بتماس كهربائي؟ لماذا تحترق الأسواق بدوافع فتن طائفية؟ لأن معظم البنايات المستهدفة تابعة لأوقاف دينية. قال لي صديق قديم اكتشفت متأخرا بعد الاحتلال أنه أحد الأعضاء المتقدمين في حزب الدعوة، وأنه مدير مالية مرموق بإحدى دوائر الدولة، وقبل أسبوع من اغتياله أنه لن يوقع على حسابات فيها شبهة فساد حتى لو كانت من قادة حزب الدعوة. الكاتب يشير إلى أن هناك من بات يخشى استلام منصب مدير مالية في مؤسسة حكومية قائلا إنه لا يريد لأطفاله أن يكونوا يتامى من بعده. ثم يتساءل الكاتب: يا ترى كم هي أعداد الأيتام من أبناء مدراء المالية؟ وكم عدد الأبناء المتنعمين من بقاء آبائهم مدراء للمالية على قيد الحياة في دولة حزب الدعوة في العراق؟ المسألة ليست فوضى وشعارات انتخابية وإغراق البلد بمستنقعات
من التصريحات الكاذبة. هناك حساب لكل ما حدث عند كل مواطن عراقي مسحوق. لا تزال موجات السلطة والتسلط على الرقاب معادلة في شعب أقوى عذرا مشاهدينا لا تزال موجات السلطة والتسلط على الرقاب أقوى من الشعب في معادلة شاذة لا يمكن أن تتسيد المشهد إلى ما لا نهاية. فاتح عبد السلام يقول في صحيفة الزمن: لعن النهاية بدأت تلوح علاماتها ليبزغ فجر المواطن العراقي الذي يعمل ويرى ثمار عمله بكرامة، غير جائع ولا مظلوم ولا مقهور بالطبقة السياسية المترفة الآثمة التي تدوس فوقه. جردة الحساب برغم تعقيد ما جرى للبلاد لا تزال بسيطة وواضحة. تعالوا لنحسب كم بنيتم من المشاريع التي أنتم أقررتموها في خططكم، وتعالوا نحسب كم دخل البلاد من مليارات، وماذا يمكن أن نبني بعشرة بالمئة منها فقط، ولنقارن تلك المبالغ الطائلة مع موازنات تبدو الآن مضحكة للعراق في عهود سابقة منذ تأسيسه في عشرينيات القرن الماضي، لكنها صنعت اسماً للعراق لم يكن موجوداً من قبل. ربما يتساهل الشعب ولا يحاسبكم على عدم بنائكم محطة كهرباء جديدة أو معمل سكر جديدة، لكن يسألكم حتماً لماذا لم تعيدوا إعمار المحطات والمعامل التي بناها العراقيون في عقود ماضية؟ هل نستطيع أن نصنع الإسمنت ونسد حاجة البناء كما كان العراق يفعل؟ وهل يمكن أن نتوقف عن استيراد السكر لنوفر العملة الصعبة لأننا قادرون على إنتاجه وربما تصديره؟ أسئلة لا تنتهي حين يرى العراقيون أن الحكومات المتعاقبة لا تفكر بمستقبل الأجيال المقبلة فضلاً عن هذا الجيل الذي غدا من دون مستقبل. شاهدنا الكاتب يتساءل في هذه المقالة والمقالة بقوله: هل يعرف أصحاب القرار في البلاد أن مثلا دولة الكويت تستقطع منذ عقود من دخلها 6% لحساب صندوقها السيادي الاستثماري بالخارج، لن تصرف منه فلسا واحدا حتى تضيق الحالة الاقتصادية عليهم، لأنهم طبعا الكويتيون يدركون أن هناك شيئا اسمه المستقبل وليست الدنيا غرقا في الماضي المزيف نصفه. أين نحن مما يجري حولنا؟ وأين صفوة المفكرين في أحوالنا التي باتت تختصر بلوحة انتخابية مضحكة وتصريحات ساذجة وتنابز بالألقاب وتستر بعباءات الدين من كل لون وفئة؟ صباح الاثنين 7 أيار الحالي لن يكون المشهد السياسي في لبنان مختلفاً عما هو عليه اليوم. نتائج الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأحد لن تغير شيئاً في الصورة العامة. المفاجآت التي تحدث تحدث كثر عنها ستكون طفيفة وموضعية، ولن تقلب التحالف الحاكم منذ وصول ميشيل عون إلى رئاسة الجمهورية في تشرين الأول 2016. حسام عيتاني يرى في صحيفة الحياة أن المواقع ستبقى كما هي، وبغض النظر عن أعداد المقاعد التي ستحصل عليها كل لائحة مرشحة إلى الانتخابات، ما من شيء يقول إن الوضع الحالي سيتغير بعد فرز الأصوات. مثلما احتفظ حزب الله باليد العليا في السياسة اللبنانية على الرغم من نجاح قوى 14 من آذار في انتخابات 2005 و2009 متوسلاً الحرب ضد إسرائيل في 2006 لإفراغ اقتراع العام السابق والزخم الذي أحدثه اغتيال رفيق الحريري من مضمونيهما، وما يصب في هذه الخانة من الترهيب لاحقاً كنشر القمصان السود لإفهام من لم يفهم أنه لن يترك الساحة لخصومه ولو سالت دماء غزيرة دون ذلك. سيصر هذه المرة أكثر على القبض على المفاتيح الرئيسة لكل ما يتحرك في لبنان، خصوصاً مع تصاعد التهديدات الأمريكية والإسرائيلية لإيران. وواهم من يعتقد أن معركة انتخابية في لبنان ستبدل قراراً استراتيجياً بإبقاء بلادنا في حالة استنفار واستعداد للانخراط الفوري في أي حرب إيرانية إسرائيلية،
واهم أكثر من يظن أن من اتخذ القرار سيبالي بمقدار حبة خردل بما ستقوله صناديق الاقتراع صباح الاثنين المقبل. حظي لبنان بين 2005 و2011 بفرصة تاريخية لتعديل مصيره والانتقال من كونه كونفدرالية طائفية إلى دولة، لكنه أضاع الفرصة التي قد لا تتكرر في مستقبل منظور. الكاتب يرى أن مصير لبنان لا تقرره انتخابات تجري وفق قانون جمع من رقع وأفكار لا يجمع بينها إلا خدمة التحالف الحاكم، ولا حملات دعائية تملي محتواها الأهواء الشخصية والقدرة على شراء المقاعد في اللوائح القوية. ومن البداهة أن مصير هذا البلد لن يقرره مجموعة من النواب يشكل الجهل والتفاهة قاسميهم المشتركين، فلبنان أعيد إلى سجن الارتهان لأحداث لا قدرة له على التأثير فيها. تتزايد التسريبات حول وصفة الحل الأمريكي للقضية الفلسطينية. آخر هذه التسريبات تحدثت عن توجه أمريكي لفصل 4 أحياء عن القدس وضمها للضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية. ماهر أبو طير يقول في صحيفة الدستور الأردنية أنه كلما اقترب موعد افتتاح السفارة الأمريكية في القدس تنهمر المعلومات عبر الإعلام، ربما بهدف تهدئة الفلسطينيين باعتبار أن هناك حلاً عادلاً مقبلاً على الطريق، أو حتى الضغط عليهم ضمنياً لإثارة قلقهم من حلول جائرة قد يتم فرضها عليهم. ما يمكن فهمه من كل التسريبات أن إدارة ترامب تريد تسوية القضية الفلسطينية كلياً بحيث يتم إجبار الفلسطينيين على هكذا تسويات لإنهاء هذه الأزمة، وأهم سمات هذه التسوية إنهاء ملف الفلسطينيين على المستوى الديموغرافي داخل القدس عبر إخراجهم من المدينة وجعلهم تحت وصاية السلطة الفلسطينية، إضافة إلى إنهاء ملف اللاجئين وإنهاء مطالباتهم بحق العودة. يترافق كل هذا مع تصويت الكنيست على هوية إسرائيل وكونها دولة يهودية، بما يعني لاحقاً احتمالات سحب الجنسية الإسرائيلية من الفلسطينيين، بما يعنيه ذلك من مخاطر تهجيرهم مجدداً واحتمال حدوث تبادل سكاني بين المستوطنات في الضفة والفلسطينيين في أراضي 48. ما يمكن قوله أمام كل الوصفات الأمريكية التي يتم طرحها إنها مصممة لصالح الإسرائيليين فقط، ولربما الوصفة الحالية هي الأسوأ من حيث كونها قد تطبق بشكل إجباري بحيث تستعمل واشنطن نفوذها لفرض التسوية، وهو خيار لم يتم اللجوء إليه سابقا. ومن حقنا أن نسأل عن قدرة العرب على الصد حل سياسي يتم فرضه على الفلسطينيين والعرب، وهو حل لا يمكن إبطاله إلا برد فعل فلسطيني شعبي داخلي. خلاصة هذا الكلام بحسب الكاتب أن القضية الفلسطينية تنتظر مرحلة سيئة جداً، هي مرحلة أقل نتائجها إما تصفية القضية الفلسطينية وإما انهيار السلطة تحت وطأة عقوبات قد تفرضها واشنطن في حال رفضت الوصفة الأمريكية، أو اندلاع مواجهة كبرى مفتوحة داخل فلسطين يدفع كلفتها الفلسطينيون على خلفية ما سيستجد خلال الأسابيع المقبلة من حيث افتتاح السفارة وصولاً إلى الحل التصفوي التي ستحاول واشنطن فرضه، وهو حل لن يجرؤ أي طرف فلسطيني على حمله على كاهله أمام الفلسطينيين والعرب على حد سواء. في ملف النووي الإيراني يرى خير الله في صحيفة الرأي الكويتية أنه في ظل التغييرات الكبيرة التي تشهدها واشنطن حيث خلف مايك بومبيو ريكس تيلرسون في الخارجية وجون بولتون خلف هيربرت ماكماستر في موقع مستشار الأمن القومي، لم يعد مستغربا أن يجد الكيان الصهيوني نفسه مطمئنا إلى أنه لا اعتراض أمريكي على أي عمل يمكن أن يقدم عليه ضد إيران. الكاتب يقول أن السخونة التي يشهدها الشرق الأوسط مع بدء شهر أيار 2018
لا يشبه أبداً سوى أيار عام 1967 الذي كانت الأحداث التي شهدها مدخلاً لهزيمة حزيران التي لم تشفى المنطقة من نتائجها إلى هذا اليوم. تكمن مشكلة إيران بنظامها الحالي في أنها لم تعد قادرة على أن تكون دولة طبيعية في المنطقة. تتخيل أنها ورثت حجم جمال عبد الناصر عربياً وأنها ملأت الفراغ الذي خلفه غياب حافظ الأسد وسقوط صدام حسين، وأنها قادرة على أن تكون دولة متوسطية أيضاً. هل هذا مسموح لها بالمنطق الدولي وحتى الإقليمي؟ ما يمكن التخوف منه أن تكون إيران تتجاهل موازين القوى في المنطقة والعالم عن سابق تصور وتصميم، تعتقد أن في استطاعتها أن تكون أكثر بكثير من إيران، أي التحكم بالعراق وسوريا ولبنان واليمن، والبحث في الوقت نفسه عن صفقة تعقدها مع أمريكا التي كانت إلى الأمس القريب الشيطان الأكبر، ومع الشيطان الأصغر الإسرائيلي، ما يمكن أن يدفع إيران إلى الذهاب بعيداً في رهاناتها كونها تمارس لعبتها مستخدمة عراقيين وسوريين ولبنانيين ويمنيين. دماء هؤلاء رخيصة جداً بالنسبة إليها، بل لا تعني شيئاً ما دامت خسائرها في صفوف مواطنيها محدودة إلى حد كبير. لا تعي إيران ألا أفق للعبتها باستثناء إيصال المنطقة إلى ما يشبه حرب 67 و900 وألف. الكاتب يرى أن إيران ليس أمامها سوى الاعتراف بأن ليس أمامها سوى الانسحاب المنظم من سوريا وفي مرحلة لاحقة من لبنان، لكن بعد إلحاق خسائر ضخمة بهذا البلد الصغير، إيران ليست دولة متوسطية، لا تستطيع أن تكون كذلك. كل ما تستطيعه هو لملمة أوضاعها كي لا تأخذ الشرق الأوسط إلى حرب جديدة، معروف كيف تبدأ وليس معروفا كيف ستنتهي، باستثناء أنها ستكون كارثة على الجميع من جهة، ولن تخرج إيران منها وهي رابحة. توفر المواقف الإيجابية الصادرة عن المسؤولين الكوريين الشماليين قاعدة مقبولة للقمة الأمريكية الكورية الشمالية بين الرئيسين دونالد ترامب وكيم جونغ أون المتوقعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. هذا يعني أن الأرضية باتت ممهدة لقمة أمريكية كورية شمالية. يمكن أن تشكل هذه القمة مقدمة لتحقيق إنجاز تاريخي إذا ما توافرت الشروط اللازمة التي تلبي مصالح كل الأطراف المعنية بالأزمة، وصولاً إلى هدف جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية. صحيفة الخليج الإماراتية تتساءل في افتتاحيتها، هل يا ترى هذه الشروط متوفرة؟ هل يقبل الطرفان المعنيان بشروط بعضهما البعض التي كانت مستحيلة التحقق قبل وقت قصير؟ الولايات المتحدة تريد من كوريا الشمالية التخلي الكامل عن مشروعها النووي وتدمير أسلحتها النووية ووقف تجاربها الصاروخية البالستية بعيدة المدى، والالتزام باتفاقية حظر الأسلحة النووية ومنع انتشارها ومراقبة منشئاتها النووية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها وانفتاحها على المجتمع الدولي وإغرائها بمساعدات اقتصادية. كوريا الشمالية من جهتها مستعدة على ما يبدو للقبول بهذه الشروط، لكن لديها أيضاً شروطها، فهي لديها مخاوفها من أن تكرر واشنطن معها ما حل بالعراق وليبيا، أي أنها لا تثق حتى الآن بالاتفاقات مع الجانب الأمريكي، وتريد ضمانات موثقة حول مسائل عدة، من بينها معاهدة سلام مع كوريا الجنوبية بدلاً من اتفاق الهدنة المعمول به منذ نهاية الحرب الكورية عام 1953، وانسحاب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية، ووقف المناورات العسكرية المشتركة السنوية الأمريكية الكورية الجنوبية، وتعزيز الثقة مع كل من واشنطن والجارة الجنوبية من خلال إجراءات تدريجية ومتزامنة لتنفيذ هذه الشروط، مع الاستعداد لبحث مختلف جوانب التعاون مع سول
وتعميقها وصولاً إلى تحقيق أي شكل من أشكال التكامل بين الكوريتين. الصحيفة ترى أنه يتضح من هذه الشروط المتبادلة أن القمة الأمريكية الكورية الشمالية لن تكون سهلة. واشنطن التي تتفاوض نيابة عن كوريا الجنوبية واليابان ستجد أيضاً نفسها أمام موقف كوري شمالي متصلب مدعوم من الصين التي تتفهم مخاوفها. من الصعب القبول به كلية. يبقى أن هناك أملاً بالحلول الوسطى التي يمكن التوصل إليها إذا كان هناك ثمة رغبة في طي صفحة الملف النووي في شبه الجزيرة الكورية، وأيضاً تخليص العالم من مخاطره. هذا أمر متاح خلال تفهم الطرفين لمخاوف بعضهم البعض. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سوهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. قررت السلطات في أوغندا فرض ضرائب على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي اعتباراً من تموز المقبل. لذلك بعد إشارات سابقة من الرئيس لقرار شبيه، وبعد سلسلة من القرارات الحكومية التي صدمت الرأي العام المحلي والعالمي. الصحيفة العربي الجديد قالت إن حكومة أوغندا بررت هذه الضريبة بكونها ستساعد في تعزيز إيرادات البلاد والمساعدة في الأمن القومي. نقلت الصحيفة عن وزير المالية الأوغندي ماتيا كاسايغا قوله إن الحكومة تبحث عن المال للحفاظ على أمن البلاد وتمديد خطوط الكهرباء حتى يتمكن الناس من التمتع أكثر بوسائل الإعلام الاجتماعية. وفقا للوزير فإن ضريبة وسائل الإعلام الاجتماعية سيتم فرضها على كل مشترك في الهاتف المحمول في أوغندا يستخدم منصات واتساب، فيسبوك، تويتر. ستصل قيمة الضريبة إلى نحو 27 سنتاً أمريكياً في اليوم الواحد. إلى الكاريكاتير. هذا ما كان في جعبتنا لهذا اليوم من مقالات صدى الأقلام. مشاهدينا، شكرا لطيب المتابعة، على أمل أن نلتقي بكم غدا في صدى أقلام جديد. في أمان الله ورعايته.